ضيفتي في الاستوديو الدكتورة عزيزي سامية، طبيبة عامة. دكتورة صباح الخير وشكرا لك على تلبية الدعوة. صباح الخير، شكرا لكم على الاستضافة. أهلا وسهلا بك دكتورة عزيزي. يعني يحل علينا الشهر الفضيل كل سنة يتغير نمط حياتنا لمدة شهر، فإلى جانب الصيام أيضا يتغير نمط النوم يعني تبعا لذلك. سنتعرف إياك حول عن هذا التغير وما هي أسبابها، لكن بداية نتوقف عند دورة النوم. ما هي دورة النوم وما الذي يحدث للجسم خلالها؟ أولا وقبل كل شيء لازم نعرفوا النوم. النوم هو حالة فيزيولوجية طبيعية عند الإنسان، لأنه الإنسان يمر لأنه الجسم تاع الإنسان يخضع لأن سيكل، السيكل هكا الهدايا نسميوه السيكل سيركاديان تاع النهار وتاع الليل. يتأثر به الجسم، نعرفوا أن الجسم هو مصنع صغير، يتأثر عنده عوامل داخلية يتأثر بها وعوامل خارجية. من العوامل الخارجية تعاقب الليل والنهار. إذا في النهار نخدمه ونتعرضوا لأشعة النهار ولا سي تري امبورطون، في الليل بعد التعب وكامل لازم ننامو. النوم هذا يتكون من مراحل، أهم مرحلتين هما عندنا النوم، المرحلة ما قبل النوم اللي تدوم جينيرالمون عند الإنسان أقصاها 30 دقيقة. أقصاها 30 دقيقة نورمالمون كي نروحوا للسرير تاعنا، ندخلوا للسرير تاعنا نورمالمون مباشرة، ما ناموش مباشرة، نقعدوا بين 10 دقائق حتى 20 دقيقة، أقصى مدة 30 دقيقة نورمالمون ندخلوا في النوم العميق. نعم، ندخلوا في النوم العميق. قلنا لو سيكل تاع النوم يتقسم الى قسمين، النوم الخفيف والنوم العميق. النوم العميق هذاك هو اللي يسموه حنا لو سومي ريباراتور، تما وين الجسم يخضع للراحه. نعم، وما الذي يحدث للجسم في تلك الفتره بالذات؟ هل هناك افرازات معينه او أكيد. كما ذكرتي عمليه الاصلاح والترميم لازم تكون عمليه الاصلاح والترميم، بصح الناس لازم يعرفوا بلي عمليه الاصلاح والترميم تصرف في الساعات الاولى تاع النوم. والنوم حنا باكزاب النوم 8 ساعات عند الشخص البالغ نورمال يكون عندنا 8 ساعات تاع الراحه، في 8 ساعات تاع الراحه ساعتين الاولين برك ينموا فيهم النوم العميق، تما الجسم تاعنا يخضع للراحه بما فيه لو سيرفو تاعنا. طيب اذا تحدثنا عن الساعه البيولوجيه وعلاقتها بالاضطرابات، يعني ما هي هذه الساعه وكيف تعمل؟ الساعه البيولوجيه للانسان تخضع تتاثر ببعض الهرمونات، هذه الهرمونات اللي تساعد في النوم منها لا ميلاتونين، عندنا لا سيروتونين، عندنا هرمونين اللي يساعدوا على النوم، هي لا سيروتونين اللي هي لو بريكورسور باش تعطينا لا ميلاتونين، ولا ميلاتونين في حد ذاتها اللي هي تساعدنا على النوم. الافراز تاعها راح يكون يتاثر بالليل بالضوء بالضوء. نعم بالضوء، والافراز تاعها راح يكون في الليل. مي لا سيروتونين راح تكون الافراز تاعها في النهار، هي اللي تجهز الافراز تاع لو سيرفو. عندنا باسكو واحد الغده في مؤخره الراس، في مؤخره الراس صغيره جدا هي اللي حدير افراز تاع هاد الهرمونين. الهرمون تاع لا سيروتونين راح يكون في النهار راح يتكدس، وفي الليل هاد لا سيروتونين راح تتحول الى ميلاتونين. ولو بيك تاعها حنا نقولوا الذروه تاعها تكون بين 2 و3 تاع الصباح. لهذا حنا ننصحوا الناس انهم ما ياخروش في النوم تاعهم، النوم لازم يكون قبل 12 تاع الليل، قبل 11، لانه الانسان حتى لما ينام قبل 11 مساء وحتى اذا فطن يعني طيله الليل يحس انه عنده اكتفاء. اكيد، باسكو علاش حنا قلنا لو سومي ريباراتور حيكون في الساعتين الاولانيين. نعم، وحنايا الذروه حتكون بين 2 و3 تاع الصباح. دونك الا قد انا متاخره على 2 و3 تاع الصباح راح نرقد، ماشي مش راح نرقد بصح مش راح نستفاد من هذاك النوم، راح نموض مضطربه. طيب دكتورة، النوم الجيد ضروري جدا إذا للحفاظ على صحة نفسية وجسدية سليمة، يعني ما أسباب تغير نمط النوم في رمضان؟ نمط النوم في رمضان، رمضان ما يأثرش على النوم، احنا اللي دخلنا تعديلات على الإنسان، هو اللي دخل تعديلات، لاخاطش نقدروا نصوموا نفطروا وناموا مبكرا، بصح حنا كون ما نفطروش بكري، دونك الإنسان بحد في رمضان عندنا احنا العادات والتقاليد تاعنا هي اللي تخلينا ما نرقدوش بكري، هذيك السهره والجماعات العائليه والناس تخرج في الليل وتروح تصلي تراويح، ومن بعد عندنا السحور نرقدوا ونوضوا، هذا اللي راح يخلط لنا الساعه البيولوجيه تاعنا. مي هو رمضان في حد ذاته نورمالمون نقدروا الانسان باكزومبل عند الاشخاص المسنين تلقيهم يفطروا
يرقدوا بكري جوه 9 تاع 10 تاع الليل يرقدوا شويه الفجر ينوضوا يصلوا ويسحروا. بصح عامه هذه الاضطرابات تاع النوم تكون ماشي عند الاطفال، تكون عند الشباب هما اللي يسهروا بزاف في رمضان، دوك راح ياخروا ساعه النوم تاعهم وبالتالي راح يعوضوها في الصباح. وحنا نقولوا النوم تاع الصباح لا يعوض النوم تاع الليل. صحيح دكتوره عزيزي، يعني ما تاثير كل هذا التغيير على الصائم؟ التأثير راح يكون من الحالة النفسية والمردود تاع الإنسان. أنا كيما نرقدش مليح، حنا قلنا لو كور تاعنا يسو ريبار في, 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 في النوم. حتى عند الصغار حنا كأطباء واش ننصحوا الأمهات؟ تقول كي تجي تقول لي وليدي ما واش ياكل، قولها معليش وليدك ما ياكلش، من الأهم أنه يرقد، باسكو سورتو شي لانفون لا كرواسونس إل سو في فرقاد. عندنا هرمونات عند الطفل اللي راح ينتجهم الجيش باغ اكزومبل لا جي اش لورمون دو كرواسونس، هي الجسم تاع الطفل يفرزها اثناء النوم. دونك من المستحسن انه الام تحرص على النوم تاع وليدها اكثر من اللي تحرص على الاكل تاع وليدها. وعند الانسان البالغ لو سومي واش يدير لنا؟ قلنا ترى اون ريباراسيون تاع لو كور بما فيها لو سيرفو، حتى انه الاشياء اللي ماشي مليحه والصدمات النفسيه اللي تعرض لها الانسان اثناء النهار تقدر كي يكون ان بون سومي نقدر انه لو سيرفو تاعنا يمحيها وثانيك نقدروا في هذيك لا فاز تاع اللي قلنا عليها ساعتين وين يصرى الترميم تاع الجسم والخلايا، حتى انه الجسم باغ اكزومبل حنايا عندنا كامل الاعضاء تاعنا تصرى فيهم الخلايا تشيخ ودي فوا تفسد ودي فوا تعرضوا للضغط، ولا هذيك الاجهزه الاعضاء تاعنا ترمم نفسها اثناء النوم. الوغ سي تري امبورطون انه الانسان يرقد، وكي يرقد ان سومي بروفون. هذوك لي دوزوغ الاولانيين تما وين تصرى لا ريباراسيون. كيفاش نعرفوا لو سومي بروفون؟ انه الانسان ما يتجاوبش مع العالم الخارجي تاعو، انه لو سيرفو تاعو يكون في الراحه التامه وما يتاثرش بالمؤثرات الخارجيه. بعد ساعتين نكملوا في النعاس، ماشي ما نكملوش في النعاس، تلقاي الانسان يتقلب يتقلب وراهو يسمع الصوت، راهو يسمع الصوت الخارجي، مي اون ميم طون وراهو الجسم تاعو في راحه. هذه المرحله الثانيه اللي حتدوم ابوبخي من 5 إلى 6 ساعات. ما فائدتها ما دام لدينا ساعتين فقط يمكن ان نرمم ونصلح فيها ما افسده النهار؟ الساعات الباقيه الساعات الاولى راح يكون فيها الترميم الجسدي والعقلي، بصح الساعات الاخرى راح تفيدنا في الراحه. هذا ما كان راح نجددوا الطاقة باش نقدروا نقابلوا يوم واحد آخر. يعني يسترجع كما قلت طاقته ومجهوده لاستقبال النشاط الموالي. دكتورة عزيزي، ما تأثير اضطرابات النومية النوم هذه أو اختلالات النوم على تركيز الإنسان؟ النوم هو حاجة مهمة جدا بالنسبة للإنسان. قلنا كي نرقدوا مليح، كي الانسان يرقد مليح ويدي ساعات ديالو، نعرفوا بلي انه ساعات النوم تختلف حسب العمر. قد ما يكبر الانسان قد ما تنقص المده. نشوفوا انه الناس المسنين الكبار ما يرقدوش بزاف، يرقدوا 4 إلى 5 ساعات، والصغار لازم يرقدوا قد ما الطفل يكون صغير يحتاج الى ابوبخي 13 حتى 14 ساعه تاع النوم كي ما نرقدش انا مليح واش راح يصرى لي؟ الصباح راح نوض عيانه. اولا الانسان راح ينوض تعبان، القدره التفكيريه تاعو مش حتكون 100%، راح يكون انسان بزاف مستريسي، العلاقات تاعو مع الناس راح تضطرب، والمردود تاعو راح ينقص. واضافه الى هذا الى تكررت بالضبط، الى كانت الحاله هذه مؤقته بالضبط غير في شهر رمضان ولا دو طون زون طون انا نسهر ما نرقدش مليح، مش راح ياثر عليا، راح ياثر عليا غير في هذاك اليوم الموالي. بصح الا تكرر هذا نقص النوم، النوم تكرر مع الوقت راح يسبب لي اضطرابات هرمونيه. نعرفوا ان هرمون هذه اللي تساعد في النوم راح تتدخل في افراز هرمونات واحده اخرى يسحقها الجسم. مع الطول وانا ما نرقدش مع الوقت سافا جينيري دي مالادي عندي، ومن اهمها امراض تتعلق بالقلب بما فيها لا تونسيون، امراض لي مالادي ميتابوليك باغ اكزومبل لو ديابيت، وتاثر حتى على الصحه النفسيه والعقليه تاع الانسان. حتى المزاج الانسان يضطرب ويصبح عصبي، والانسان يولي عرضه انه يرتكب اخطاء ويرتكب حتى باغ اكزومبل يدير مشاكل وجرائم. وحتى دكتورة عزيزي حتى حوادث المرور هناك من يعزيها يعني الى من الاسباب ايضا هو نقص النعاس. اكيد قلنا الى ما رقدناش مليح وما ديتش الساعات الكافيه تاعي تاع النوم في النهار مش حنقدر نادي الواجبات تاعي
على أكمل وجه بما فيها السياقة. نمو الناس اللي ترقد أقل من 8 ساعات نمنعوا عليها أنها تسوق في النهار. نعم، طيب ما هي النصائح التي يمكن أن نسديها من أجل نوم صحي سليم خلال شهر رمضان؟ باش الإنسان يرقد مليح لازم يكون في صحة جيدة. باش نكون في صحة جيدة لازم نحترمه. أولا لازم الإنسان يبذل جهد في النهار، بس كل النهار معمول للعمل والليل معمول للراحة. إذا الإنسان لازم يعرض نفسه للأشعة تاع النهار. نعم، احنا لازم نعرفوا أنه سقطوا العينين، عندنا الشبكية تاع العينين لازم تتعرض لأشعة تاع الصباح، أشعة الشمس تاع الصباح، لأنه الخلايا تاع الشبكية هي اللي حتدخل في الإفراز تاع هذه الميلاتونين في الليل. دونك لازم الإنسان يعرض نفسه للأشعة تاع النهار. ما قدرش أنا في النهار نرقد، في النهار نقعد في لوبسكوريتي. لازم نعرض نفسي لاشعه الشمس في النهار والضوء تاع الصباح. نعم، ماشي ما نهضوش على الضوء ارتيفيسيال، لازم الضوء الطبيعي. طبيعي باش ندير الافراز تاع السيروتونين، وفي الليل هاد السيروتونين هي اللي حتحول للميلاتونين اللي حتساعدني في النوم. الاكل الصحي، الاكل الصحي كاين بعض الاكلات اللي حتس الناس بزاف اللي ما يرقدوش وعندهم لو مونك دو سومي يقول لك انايا نروح ناخذ مكملات غذائيه باش نرقد. وهاد المكملات الغذائيه أو منومات، منومات هي كي تشوفيها باش مخدومة. نعم، فيها الميلاتونين، ولا نلقاو فيها حاجات اللي حتحفز الإفراز تاع الميلاتونين. نعم، دونك الإنسان حنا نقول لهم هذه الأشياء ما نحبدوهاش بزاف، من المستحسن يعني. من المستحسن أنه نعتمد على الأغذية، وأغذية كتير تحتوي على هذه المادة، ومادة واحدة أخرى اللي هي التريبتوفان والمغنيسيوم والفيتامين بي. هادو ثلاث أشياء اللي راح يساعدونا على إفراز الميلاتونين بكمية كافية في الجسم. وأين نجدها هذه الفيتامين؟ نجدها في أكلات كثيرة، الخضر والفواكه، المعجنات. كاين بزاف ناس كياكلوا بعض الأكلات يقول كانت قلت ورقت، لأنها تحتوي على 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 المغنيسيوم، على الفيتامين بي، وعلى هادو ما اللي راح يساعدونا اننا نفرز الميلاتونين بكميه كافيه في الجسم. كيفاش يعرف الانسان باللي عنده نقص في كميه الميلاتونين؟ انه الانسان ينوض تعبان، ينوض شاحب، يكونوا ديجا عندهم لي سيرن، عندهم الهالات السوداء، عندهم الهالات السوداء. انه الانسان يكون اغيتابل، تهضري معاه يتقلق بزاف، عصبي جدا. هاد الناس نعرفوا باللي عندهم انه نقص في الميلاتونين، وانهم كي يروحوا يرقدوا في الليل باش يدخل في النوم العميق ياخذ مده كثيره اكثر من 30 التفكير الزايد. التفكير الزايد اصلا انه الانسان هذا تلقاه توجور اغيتاب، مقلق مقلق، ويقول لك انا عندي مانك سوماي، ممكن نروح الفراش ما نرقدش، نطول باش ندخل في النوم العميق. ويفطن بزاف في الليل. نورمالمون الانسان ما يفطنش بزاف في الليل، مره الى مرتين على حد اقصى. من الانسان اللي يتكرر يرقد وينوض يرقد وينوض، هنا نعرفوا بلي عنده نقص في الميلاتونين، وانه النعاس تاعو ماهوش نعاس صحيح وماهوش انسومي ريباراتور. نعم، يعني دكتوره حتى ان الاستيقاظ اكثر من مره في الليل يعني عنده علاقه بالميلاتونين وليس أكيد. مثلا بنقص المغنيسيوم او اكيد قلنا هادو المغنيسيوم، كل هذه المواد تدخل في التركيبه في افراز الميلاتونين. دونك كي انا ناخذ عندي كميه كافيه من الفيتامين بي، كامل الفيتامين بي، فيتامين بي 1 بي 6 بي 9 وعندنا حتى المغنيسيوم، هادو ما كي ناخذهم مين نجيبهم في الغذاء تاعي. نعم، نجيبهم من الغذاء. لازم ناكلوا الحبوب، ناكلوا كم الخضر والفواكه، والخضر والفواكه ولا اللي شائعه انها غنيه بهذه المواد. عندنا كامل الخضر الخضراء السلطات، عندنا الحبوب، عندنا باكزابل عندنا لا نوا الى نوازيت، الجوز والبندق. نعم، الجوز والبندق من اغنى يعني من المكسرات الغنيه بالمغنيسيوم والفيتامين بي. وعندنا كذلك اللحوم والاسماك. لحوم والاسماك. اذا احنا واش نقول لهم؟ الانسان ياكل غذاء صحي ومتكامل. طيب اهميه الابتعاد عن المنبهات والكافيين خصوصا في الفتره الليليه؟ شوفي الكافيين الى الشاي والقهوه هما مليح ياخذهم الانسان، خاطش معمرين بمضادات الاكسده، لانهم يحميوا القلب ويحميوا الانسان من باش ما يديرش سرطانات. نعم، مي لازم ناخذهم باعتدال، لازم مرتين في اليوم، وحده في الصباح وحده في العشيه. مي بصح عندنا حدود، كي نفوتوا باكزومبل السادسه مساء، من الاحسن انه الانسان ما ياخذهمش بعد السادسه مساء، لانه راح ياثروا على النوم ديالو.
تانيك حاجه واحده اخرى انه نقولوا الانسان كي يتعشى لازم يتعشى ساعه قبل الاكل، لانه باش لا ميلاتونين تلحق للذروه تاعها في الافراز تاعو في الجسم لازم واحد ساعه. ثاني ننصح الناس انهم ياخذوا بعض لي تيزان في الليل. نعم. باغ اكزومبل عندنا لي تيزان تاع لا فيرفين تاع لا كامومي، ياخذ هذوما. نعم. هذوما يساعدوا الانسان باش انه نعم ايضا. والاطفال حنا نحبوا انه باغ اكزومبل يجوا النساء تقول لك انا وليدي يضطرب النوم تاعو في الليل. حنا من اغنى المواد اللي تخلي الانسان انه ينوم النوم هادئ انه احنا ننصحوهم ياخذوا حليب بالعسل يكون شويه دافي. هذا للناس اللي ما عندهمش ما يرقدوش مليح، نقول لهم خذوا كاس حليب يكون دافي من الاحسن. ولا تانيك عندنا الياوغت، الياوغت مشتقه الحليب، مشتقه الحليب من الاحسن انه الانسان احنا ننصحوا الناس اللي عندهم اضطراب النوم. نعم. اوليو نعطوا لهم المغنيزيوم ونعطوا لهم مكملات الغذائيه، نقول لهم سواء خذوا خاص حليب دافي ولا توجور خذوا ان بو دو ياغورت ساعه قبل النوم. طيب دكتوره، يعني حتى ممارسه اي نشاط بدني قبل النوم، يعني كم الوقت اللازم ان يعني ان يكون هذا النشاط قبل النوم؟ النشاط البدني هو لازم الانسان يديره إلا ماشي في النهار لازم في الليل. عندنا الناس اللي ما عندهم اضطرابات النوم حنا ننصحهم بانه ممارسه الرياضه نص ساعه في الليل، وهذه الرياضه تكون رياضه استرخائيه. استرخائيه باغ اكزومبل للناس اللي تقدر تمارس اليوغا في الدار ولا دير اون ريلاكساسيون، سيونس دو ريلاكساسيون. لا ريلاكساسيون انه ما تطفيش الضو كامل، تخلي ضو خافت وتستمع الى موسيقى هادئه ولا تقرا كتاب. من الاحسن انه مم العقل كي تغديه تقرا كتاب ولا اي حاجه يساعدوا باش ينوم. حنا وحاجه اللي نقول لهم بعدوا على لي بورتابل لي تابلت، هادوما باسكو عندهم دي زون دي نيجاتيف ماشي مليح، تاثر على لو سيرفو، ما تخليش الانسان يرقد مليح في الليل. طيب دكتوره، يعني كما ذكرتي لابد من احترام بعض الطقوس يعني في النوم. أكيد. الهدوء، الاضاءه الخافته، الابتعاد حتى على الاضواء الزرقاء. اكيد اكيد، ما نقدرش انا نرقد ونخلي الضو شاعل، سورتو هذو الاضواء لي لوميير ارتيفيسيال ياثروا بزاف على الشبكيه تاع العين. وحنا قلنا انه خلايا تاع الشبكيه تاع العين هي اللي حتفرز لنا تساعد في افراز هذا الميلاتونين، تفرز في هذا الميلاتونين. دونك انايا كي نجي نرقد ما نخليش الاضواء شاعله، ما يكونش لو بروي. من الاحسن انه يكون الهدوء، والانسان كي يخلد للنوم من الاحسن انه تانيك الناس اللي حنا واش ننصحهم انها تاخذ حمام ساخن. نعم. تاخذ حمام ساخن في الليل باش نديروا نعاونوا لانه العضلات تاعنا تسترخي. قد ما يكون الاسترخاء قد ما هذيك لا بيريود اونتخ كي ندخل للسرير وندخل في النوم العميق تكون قصيره. ويجب حتى احترام هذه الطقوس حتى ولو كنا في عطله نهايه الاسبوع، يعني حتى لا يتغير. اكيد انا احنا واش نقول لهم، الناس حافظوا على اوقات الاكل تاعكم، اوقات على النوم تاعكم، روتينياتكم. ميم لو كان يكون رمضان ولا تكونوا في عرس ولا تكونوا في عطله، من الاحسن سورتو للاطفال الصغار ما تغيروا لهمش مواعيد النوم تاعهم. مواعيد النوم تاعهم، الا انا مالفا نرقد على 9 نرقد على 9، الا انا مالفا نرقد على 10 نرقد على 10، ما نبدلش الاوقات تاع النوم تاعي. كاين حاجه برك نهضروها للناس اللي تخدم في الليل، كاين الناس اللي يخدموا بزاف في الليل. انا واش نقول انه هاد ماشي كامل الناس عندها قابليه انها تخدم في الليل. نعم. وهذا يعود علاش نديروا باكزومبل الفحص ما قبل التوظيف. نعم. سي تري امبورطون، باسكو كاين الناس اللي عندهم امراض مزمنه ولا عندهم امراض عقليه ولا عندهم دي مالادي بسيشيك، ولا هادوما الناس نمنعوهم انهم يخدموا في الليل. باسكو كاين دي شركات ولا باكزومبل كيما الاطباء ولا بعض الشركات يخدموا بالمناوبه. هنايا ماشي كامل الناس اللي عندهم قابليه انهم يخدموا في الليل. ليلا. نعم. وهذا الدور يعود الى طبيب العمل اللي لازم افون توت كل توظيف. نعم. انه الاشخاص يجوزوا على هاد لا فيزيت تاع لا فيزيت زومبوش القبليه. دونك هنايا الطبيب اللي يمد التقرير تاعو، اسكو هاد الانسان يقدر يخدم في الليل ولا ما يقدرش يخدم في الليل. باسكو كاين بعض الاشخاص الا حطيناهم يخدموا في الليل راح نعرضوا الجسم تاعهم باش يديفلوبي دي مالادي، وحتى انه الصحه. نعم. العقليه تاعهم راح تتاثر. مم. ما اهميه القيلوله دكتوره عزيزي؟ القيلوله هل تعوض او هل هي ضروريه يعني اساسا؟ وكم مدتها المنصوح بها؟ القيلولة حاجة مليحة سورتو للأطفال الصغار والناس المسنين. المدة تاعها ما تتعداش نصف ساعة، بين 20 دقيقة إلى نصف ساعة. الجسم بعد الأكل لازم له شوية راحة باش يعاود، سورتو للناس اللي ما
اللي ماشي موالفه بالجهد بالجهد. ولا باغ اكزامبل المراه الحامل، حنا ننصحوا بها المراه الحامل، ننصحوا بها الشيوخ المسنين والاطفال هما كثير اللي ما عندهمش اللي كيبدلوا طاقه شغل يعياو تمتم، دونك ننصحوهم بهذيك القيلوله باش يعاودوا يسترجعوا الطاقه تاعهم. طيب دكتوره في الاخير يعني نذكر بالنصائح والارشادات المطلوبه من اجل نوم صحي سليم خصوصا في رمضان. من اجل نوم صحي لازم الانسان اولا يحافظ على العادات وليزابيتود تاعو اللي كان يديرها في الافطار، انه ناكلوا اكل صحي، اكل صحي غني بالخضر والفواكه. Il est très important que l'alimentation تاعنا تكون فاريي متنوعه ما نفوكاليزيوش على 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 غذاء واحد. نعم. لازم تكون متنوعه وكثيره بالالوان. كي تكون كثيره بالالوان هنا يكون مصادر الفيتامينات كثيره لنا. انه الانسان يمارس الرياضه ونقول لهم يشربوا كثير من الماء، زوج ريتلات حتى ريتلة ونص حتى زوج ريتلات في اليوم، إضافة إلى الرياضة والاسترخاء وكل الطقوس. شكرا أكيد. جزيلا لك دكتورة عزيزي سامية طبيبة عامة على كل هذه النصائح وعلى حضورك الكريم. الله يسلمك.